طول عمر سالم العمار عندنا في اكل من ساعه البوادي عملوا الطحينه دي تحديدا والدنيا كلها باظت. احنا 45,000 قطه فن معتمدين بشكل اساسي على الاكل المرمي. البني ادمين بقوا بياكلوا العظم والجلد. مفيش سبيت، مفيش سيفو، مفيش اي حاجه خالص. بقدونس الكباب بيتسف. انا بقف قدام الشقه دلوقتي باربع ساعات ما دام ما بتفتحش الباب. نونو مش جايبه معاها. تصدق وتامن بالله انا نسيت طعم الكفته. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا بني ادمين. اللي بيحصل ده حرام. ونعني عشان قلت شارع طحين البوادي، اللي ما يتاكلش يتاكل.